بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد عشركا وكيلا وبقول إيه صقالات أكمل من صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب إرضاء السعاة وحبابي هاي إن لرهالق رأيه ولقنعيه dadka zakada ururinaya. As-su'aad waa jamcu saa'in, waa caamilka sadaqada muslimiinta ka soo ururinaya. Qoliyaha iyaga maadaama dan guud oo islaam u taagan yihiin, waxaa la doonayaa in neefkii waajibay iyo xaqi kugu waajibay si wanaagsan oo go'aanimo leh oo quruxsan loo siiyo, la qanciyo. Intay kula joogaan ay wax ururinayaan la marti soo la xaq dhowro, xaqooda la iska ilaaliyo maadaama ay dan guud u taagan yihiin. بابك أصمرك كوساب سيناي بابك أنت نقول لك المسألة دي إنه شاقنين إنه ير كشن قرن دون أهيد. هل في المال حق سوى الزكاة؟ مالك حق واجبه ما اللي يقول إيه هون زكاة كأهين. ومسألة فقاد وأي كن قاشون وأي كم مرمان وذا دو وحيد هذان حق جوكتا أو مقدرة أو صند الله أما بالله أو زكاة أن كأهين وكو واجبة يهنتظر المسلمين تما أو تشرو أساسا إلى هذا ودادو وحلقها الله يمرك وحق شيء تشانقو أنو قدرا وقت معين له أي اللوجي دا سيدا صوابك أنا وإن مالك الأولى هي واجب قوان أون وقت له أما صواب له أما علت له أون زكاة كأهين. حديث أبي هريرة نسوم الرؤودا بحديث جابر وحيابه قيل واجب كوكوها أما لقرب وحاكمتها مالك وعيل جوقي هاي إن مرتدى الله لسوء عانه سي الله بحسده قودي سين لإسمالي ولا إسرقيو ودانتي سي الله بحشو يوحي لها المالة ينيف كمالك الله إسمالي النبي. قرآن كون هوشا ووت المامي وآتت القربى حقه والمسكين با إلهي سبحانه وتعالى. وحاكتيسا قفك حق إسكالي قفك قرابضة يا مسكينك حقه ذي سي أمركنا أسألك سواء لو حنبارو وجوب وشيء واجب قوليه نار تقالي مركلي ويديي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. مساكين تلقوذيو وضدك تباليسن لقرب قبطو ولقرب استاغو إلهي وحو لحريريو وكل مانية صلادي وانا شيء نار لغم مضاني. حديث أبي سعيد يا غير كي وكي ورنجري نبغو ننكي هيلي كرا لبروح راشين كود أصحاب الصفين نبغو مكوكاهل لاهي ذاك فقراء هاي مساكين مسلمين تا مرتدى وهاي مدينة كنا ولا وكاهل لاهي لبروح راشين كود ننكي هيلي كرا نين صدح هذا قادو صدح ننكي راشين كود هيستا روح أفراد قادو أفر ننكي هيلي كرا روح شناتا قادو شن روح هيلي كرا روح اللي هذا قادو. إلى الصحابي يري نبي وهوشا وحكاها الله إلى أن أقادنا أما نفهني قف مسلمة إنه سنحق لهين قرنا أي سنهين يجد إنه هيستو وحكبدا باهيديس وحكبدا باهيديس باهيد هذا يقوت اليوم كذا يقوت الضرورة وحي كبدا إن هذا نحق لهين وهيسكي سوء حارانهم بنانين إلى أن آمني ينبغي نوجب بين أي مساكين المسلمين تين لقى عقبته على ترى. قد يدى آدب النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة هذه متواترة وحكيمة لا يرحم الله من لا يرحم الناس أما إلهي ومن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. حديث كما عنه سوى متواتر الفاتس وكالدوانتا قف مسلم ولالكا أو باهن أو دبن أو أردن أو قاون أما هو يقول منا أنا هيسن الله أن حريسن كره وحسين كره هذات كتكتو حقنا أتكو أن دعوتو تقيل كردقتو أنو الزكاة واجب كو أهد وان بحشي قفك أسقى ما أن حريسة تمسو هذا نحريسة قف مسلم ورالك وباهن وقاش الدليسو قاون وأردن ونر لآنا هو يقول منا أنا هيسنين مرشية مصر منا أن هيلي كرين حنون بابئين أيو أياك هوريا لو أراك تامل بوردوبان وحنا كوان دعون أنو الزكاة واجب كيدوان بحشاء قفك مسلم كالسيدا والك هذا الدينية دا ما قلنا حريصتي هذا باهيدا وغتكتو أو البكتة وغتكتو وأرد كدرانتا وغتكتو أو حنونك وغتكتي إيه هو إلى أنت ما قلنا حريصتي ودبعد النيروبي يبرف كيس يقول عايو أنا دار شيفتو حقنا ثقيل كردجان هي زكاة واجب كل واحد وأنا بحشين قف كم وصلنا حريصتي بس ما قلنا حريصة نبي نروحوني كانوا قلنا حريصة المسلمين تا الله أمنا حريصتو ووعيد شيئا واجبا هين كما يماته وعيد هذا بس زكاة وحن كاهن وحقه أي مسلمين تقول إيهين وواجبه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه واجهوري مسألة وفودي سنشري على رأي الجمهور صلى الله عليه وسلم واجدا بوحيلي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول الأغنياء ثم صرفتها لفقراء المهاجرين وحوري هدان أرنك هورا ليسو عليني ووحي عن هوران صومري أن دب أصب بالله بالأمانت وحاجوك بإن نقول لهيت وحان يلي لها داد كان أغنية المسلمين تهودان كيتانات كان تيلياشا باهيدود وحي كبدان بان حوق أوغا قادلها وحي هانتي باهيدود كبدان أي حوق أوغا قادلها كدبنا وحان كبعين لها فقراء المهاجرين والأنصار أثرك عمر وحكور ابن جرير الطبري في تاريخه وكذلك ابن الزنجوي في كتاب الأموال بسند صحيح أو جيد إن كسر ابن حزم أجل هذا وإسناد صحيح غاية في الصحة أجل هذا لكن حبيبنا أبي ثابت وننثقوا الجبلة لقوا إلا لكن إرسال لقوتهم تدريس باكجرة إنه صحيح ينكده سداس أورنشر سيدنا عمر ولذلك مالك وحاكوا واجب حقا زكاهين ومسألة إجماع لماذا؟ هدي دار لقوية شكفارة هذه حق واجبات مالك كبحي قف مسلم أدخلت كدي شيء كفارة القتل بات كبحي ظهار بات صميسي وهوني بات كداراتي وحات كبحي نيسا كفارة ظهار بات حوله كبحي مقبال لكبحي انت نفقدي واجب كايدي حاسك اي عروتي يا والدينتك يا واجب كسارا اديك النفطه انك كبيشا كسارا مركب مالك هذه هانتيدادا وحياه بدون الزكاه كاهين باكو واجبه اما بالله كله واجبه اما سند لها واجبه اما مال لها النقده مدايده مركب مساله لوغو سي مرمى ماها مكتا لغا سو تغو حلي معلوشي باهيدو اي جرتي مسلمينتو دبيهين خلاف بمالها اين مسألة اجماعتها ددكا مسلمين تي نغا داشي مسلمين تي نغو دينتا اي دبانياشا اي باهن لبا ميد اون وي ان زكادينو اي كفيلاتو هدي زكادينو كفيلان ويدو اي هويغودي هويادكودي مراشي مصروفكودي كفيلان ويدو ان بيت مالك يا بنكيغا مسلمين تا هانتو كفيلان لغا هلي هدي لبدا منا لواي او بنكينا وحكفنا اوسن اولين انغنا زكدينا ينفعي ويدو وواجب انان مصروفنا انت وحكي لايا انان هانتي اي كن ولادان سينو او waxay ku arad baxan la siiyo oo guriyo hoy loo sameeyo waa waajib dadka muslimiinta aqniyada ilaahay wax siiyayna waajib ku tahay haday yeeli waayaan in xoog iyo qasab looga qaada waajib ah haday diidaan in lagu jihada waajib ah ومسألة إجماع قد يضع أيضا مرن ملها بقتدى النية باهدة إن هدان مسلمين هاي وإن نسحن بارنه هدان قرن وينه هي سندولا لسكا قادي هدا دي دود كود قالنتو والوجود اللي بيرك على غرفن حولها هادنا حقك هو واجب مساكين هو واجب حق بلغا قادي هدي لو قدلنا اهل النار باطاي كادي شي هوشا كو دغالمينا وا مجاهد في سبيل الله شهيد وي مسلمين الدين تو سداسي دغيسا ما شيخ شيخاو شو ما مؤمنين بان ولا لا ما ولا كنا ما ان ادو داع قرنتو اينا اي اسبرايد كغد جيسو كوكو انونا غاجو دنت ولا كنا ما ولا كنا اي شيء إن أضوج ماشى ضن تكفيه كعبته أو مترمان تم قدين كرساكن قرعة وين بوحة أنا أسبوع دن عن طبق أراك وينده الدمان مية ولا كنا حتى أضوج جرن ويده حلك إلهي كساري امتحان كان كسب بحويده والله كبري يا كبري دور ده إسلام كهدي اللواي مسلمين تعيس حلق قامي رجع نمرك عالك وسكوسنا هنتي دلار دمانة إياه هذا المسلمين كنت وحسين ويدان وحيحقوا ليهن إن إذا حضان إذا دعان bagiina jabsadaa xaq bay u leeyihiin maxaad u qoslaysaa kaftan ma aha nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii muslim ee marti ah ee muslimiin soo martiya hadday ka seexdaan wuxuu xaq u leeyahay markay gam'aa inuu dabaguro markay seexdaan baad orgi kala soo bixi xerada waad miijisan waad karsan waad iskaga tegi وهذا تبر ويدو هدي أتبر هيسانا وحدي وريا رهبل يصور تصور عاوة مديدين بركة ما حرصن والله دقالم حق بعد مرتجلية وقا قالن نبي وحول القفك مسلمة إيه أوجادا نين كان لقى سعر مرتدى أيام إنه سبيلك حق سنة ودع سنة إيه أوجادا إن يكون نصرين بواجبة جهاتكم إلا لقى نين كان سجى يلقوا دولها يا لديه ما يوركون هلا دقالله من إسكاقتك وبخيله ريه بالأد مايا كوانا لوجه هذه معايا الوالد بدر ويحبرنا يعني إني كسي حدان مساكينتي ابن السبيل كا جيس لو أتكويل كا لوجويا وضح لك إني قلت الله مرة بدي بدم وحال الدنيا إلا ويوقف كسي حدا مرتئيا مسلم شرعه سيدا سيد دكتي سيد مويسان معها مركاوش وبريان معها سداز كذا اللي سووه عذابي هدي اللي بحين واي أيا اللي سووه النار واللي سووه عذابي حق مسلمين تذبحين ويدان قد يضع مركه وإن ما كان مسكح الوهاي. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي حدثنا محمد بن أبي إسماعيل السلمي حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله البجلي قال وحول الصحابي جاء ناس ددبا يمدوا من الاعراب الرميه الى رسول الله رسول كلابه يمادين فقالوا وحيد هذه نبي الله ان الناس قليو من المصدقين قل يا صدقه اوروريه زكاه قل يا قاده المصدقون وجامع الصدقات اما العامل في الصدقه الساعي في الصدقه ان ناسا قليو من المصدقين قل يا زكاه اورورشا يأتوننا ونويمادا النبي الله ملاه ندقنا هاي بنويمادا فيظلموننا وإن الظلمنا أو حقا نوى جيم بيننا قاضيا نيف في الرب نيف كوين بيننا قاضيا قال وحود السحابي الجريرة فقال رسول الله رسولك لا وحود أرض مصدقيكم ورالق ريو قنعية قل يها الصدقات إذن كورنية مصدقيكم جمع مصدق قل يها الصدقات إذن كقاضية لا صدري عماشا xilka u taagan intaad waxa iska deysaan wayna dulmanayaan iyo nacnacda joojisaan rimiyo raali garay iyo raali asoo dira ardu musaddiqikum riwaayada ahmad waxay ahayd xadiidkan liyasdur al musaddiqu min indikum wa huwa raadib warka intaad joojisaan ninka zakada ururinaya haydin ka soo laabto haydin ka soo fulo asagoo raali oo qanacsan oon islahayn hebel waxbuu kaa qariyay xoolihiisii tiradooda wuu kugu khalday neef aan munaasabin buu ku siiyay asagoon lahayn oon ku tuunsareen waa inuu kaa soo laabto xumaydda asagu wuxuu yidhi hadday idin yimaadaan lafdigiisa hadday idin yimaadaan dadka muslimiinta ee zakada ururinaya yaysan idinka soo tegin falaa yufaariqannakum ilaa can ridan yaysan idinka soo tegin ayagoon qanacsanayn maxaa yeele qolyahaani dan guud bay u taagan yihiin wuxuu ururinayaa asagu wax shuqul kuma laha dowlad islaam buu u ururin مساكين بوور المسلمين بوقاد مجاهدين بوقاد مسافر بوقاد مسكين يا فقير بوقاديه دين لي قاميسن بوقاديه جد الهي بوقاديه دن غود بو تاغنيا وخي كوغو واجبي با لغا قادو ادا لوغو قاداهيا ما لغا بيي marka raali garey nabi wuxuu qanciya riwaayada abu daawud waxay ahayd ba ardu musaddiqukum wa in dhulimtum فيظلمون صميدا وإن ظلمتم هبا لذن ظلميه رالي قري وقنعية ذاتك صدقة أورونية قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ظلمونا والرواية أبو داود يا وإن ظلمونا قال أرض مصدقكم وإن ظلمتم محايا لي نبي وحولي إذنك أو أركتين إذن ظلمين بظلم مئه صدقة بحي وزكاة توسيء صبايا محايا النبي عليه الصلاة والسلام زكاة وحودريت انت بدن وسور رنجة ضد علماء عقالة ان درجة علمية ثقيلة يدريتري وعدوش مضى سيد عمر يا غير كيوكالي ريمين محلوية قانا دين تاكوير اقون تاكوير فهم كدينات باكوير العرب اشد كفرا ونفاقا وجفات قلفسا شيء حقه هذا الله جاي من أيوار كان ظلم إنه ياي نبي حور هذا البلد تكبّج عليه تدور ناقسم بايدين صوت دراي ظلم إنه كأيو أركتين رمي باتندين تفهم الميزانة بحية أو قنعية ضد كمصدقين تا وإن ظلمتم في اعتقادهم وي يدين كوضعان من سنتان لكن ظلم حقيقة ما ظلم حقيقة هدو ياي نبي مقرين منكر يا ظلم مقرين أضاو حتكرر دعاء حق لقى قاضي وهذيك القوة ضنايني ودينك لغو طبقيا وحد وقضانيسا ان لغو ظلمني ايمان لي اذا درتت لحتى الحماه درتت بخيلما درتت شو حباك بابي نفغل وما واجب روك واجب انا قني ديبا لغو له ما يساس ما انت نديوي انت واقرابه انت كان وي وانا اسك ديس نافك بخي نعنع داي ولا يدن ولا سو استاغ لغو ظلمني اضا بخيلمي بلاين ايمان لا باقايس نبو حور مركا أرض مصدقكم وإن ظلمتم في رأيكم وظنكم لا في حقيقة الأمر. قال جرير وحوري: ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو عني راض. وكذلك المسلمين حصل ويق عنا. مركز النبي سيدها كويري وحديثك مقلي. يا وحوري جرير ما صدر عني إذا مسوا التقين إذا مسوا فلان عني أنا حقيقة مصدق ننسى تقاور ونيا. منذ سمعت هذا من رسول انت النبي كم مغلي حديث كان الا وهو راض عني صور هلا وقنعسن او فرحسن بان سو دري جري معايا الي نبي وحو تاغن ياهبا ارض مصدقكم وان ظلمتم مرقه وحا وي جد وي غر ليهين دنت غوددك او تاغن غرتودن وا غر عرفيغا غر لانتودن غر وي حايل انت سو هيجد وسو مري وسو رفاضي ملع يا رفاض بكو يمد دنقود بو سودا حقك هو واجب وكاق ادو كو اديغيا معبئي وانا ادو كو اديغي حد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان الطائي وحدثنا محمد بشار بن دار حدثنا يحيى بن سعيد القطان وحدثنا اسحاق بن راهويه اخبرنا ابو اسامه حماد بن اسامه كلهم جماعه عدس عبد الرحيم يا يحيى بن سعيد القطان يا أبو أسامة حماد كلهم رمانتود عن محمد بن إسماعيل السلمي بهذا الإسناد سنة كادت صومرتين بكوري أي كوريين سنة كأها عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله عن رسول الله نحوه نحو الحديث السابق والحديث عند أهل السنن بكوي ما ده عند النسائي وحنكم مر النبي عليي العلي نبغى أرض مصدقيكم وإن ظلم يا رسول الله قال وإن ظلم ثلاث مرات صدح جرب النبي كعريي يقول أي سؤال شوي الديني كذبنا تعليق جرير باسدا كيمت حديث أبي هريرة صوح كي من عند الترمذي والبيهقي نبي الله هدي ليما دو ننسى تقورنا إيما دو كذبنا يقول حد قدبو محا تلاه وأصحابي يدي نبي وحوري فوله ظهرك ولا تلعنه وقل اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني هدو كوي ما دنس دقا ورورني ومركا دورتينو كو واحد قدبي نبي وحوري يدي حلكا اسكا ودا هنا اللعنادين وحنا تراهدا إله وحي حق دري وغا قاداي أجري قاسي سيدا ده وحي حقو كا قادا دو سوا ميشيس وحي حوق لغا قادي حق درانا الله وغا جرسيده هنا لا دغالمين انا هنا لعنادين وها باري ما يله انت بدن دد علماء او وخي غراناي ايا زكده اوروريه دولدنا ولا لا حسابتنتا حساب خدوي بنادمكم بخليو شخوقا كو بدن مال يا هانتي markay timaadiya la xijcelo ayagoon la dulminin ya waxay le waana la dulmiyay hawsha way iska badan tahay xadiidkii asagu jaabir waxa ku yimid فإذا أتوكم هديدي مادان فإذا أتوكم هديدي مادان قليه زكاة ورنيا فرحبوا بهم سود ويا وجهك أفرا جوجوش أودك وخلوا بينهم وبين ما يبغون أنك لو وريجا يجي واحد دون إياه حولها ينلقى قرن جيلي وكا لودي وطا أريجا وكا بيرت سوقا دي واتا أنت سويك تروي راجينك واكا لعقتي وحي جنعزك واك دكانك واك حسابي راح أنا أقول حسابي السوق هذا رقاق ودادهم مرتي إذا بلا النقاء لما أقول كوروا خلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعو لكم. حديثك أبو داود يا بيهقي أصونا من حديث أبي هريرة نبي حر عليه الصلاة والسلام هذا يسعد له حقوق قادان أيها الليباني هذا يحد قدباننا أيها يقدرنتهاي لكن يدونك أقادا زكدي إنه لما يستير كذا وحاكم ذا أيها ورهال لأن إذن كسوة ضريرات مركي إذن كتقهيان ندعي لها دعوذ والله أقبلي قاب كاسو النبي قولها الله يددك مصدقين تا حقه وقاها الله سلام مركي وحاوي وكجرة وحديثكم أصله هي معرفة حق الولاة مسلمين تقول قلبه قفك حلك أوهية المسؤولية أوهية حق جونية منان جونية تحقلين جون أوليه عمضي رميجي مكسر دي لوسي دايو بابا آية وحكى لو كجر أنا المتظلم لا يقبل قوله إلا بدليل منك الظلم قال شيئا ولا واحد قد بي والله يظلمي meel baa lagaga dhacay yiraahda warkiisa inaan la qaban ilaa xujiyo bayan u leeyimaad sida reemiga nabiga uu galay markii dheer naba allow wayna dulma xure ardu musaddiqikum wa in zulimtum wa in zulimtu riwaayada ahlu abu daawud sunanka asagu muslimu sankiri wa riwaaya sahih idan qadiyadu waa sida ayuu gooni baa loo caanan waa la soo tarbiyay waa dad seminar la soo mariyay wixii garanay fiqiga garanay حتى وحي يربى لو ظلمي كراي نيف نيف كوين اما نيف ادي ام بالو خلدم انت ما صدقانو كدغيتي دوس قد القاد ولا يدلميي حق با لغا قاداي دودني بوقن مخوا لا حتى حما يا شيطاننمو ايان ميشا كب مدناي جرير مركه وركيسا فيعن ما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمعت من هذا من رسول الله وهو عني راضٍ. إذن واتقرنا يسال روحي إيمان كسن ولقي وكنا بقول جرير بن عبد الله البجلي نبي محمد ولقي ما صور بحنا ما وجهي ما إلا تبسم لي نو يقال نبي قوها وادم بو إسلامي ودكتين سو مركز إسلام كقول عصب النبي وجريودي لكن نقي وقاسة ورب جل وقاس كذوها حنا بمركو يعركو يقن موسون جري يقص لجري مالك دم يقول جريرو وجه هذا قعن ملاك باكو الله إن في وجهك مسحة من ملك نور باك هم وقضه قيمة بدن بوها اوكي بالنبي بعكولك علي والنصحة ها لكل مسلم قف كستو مسلمين عن ضاعوا هذا هنتدا اسقو سوقي سيد دقيو وحورج دا سيدا عدنبو وقد جري نيمبو مال فرس كي انا سو مري فرس بو كيبسدي ما قاد فينا 300 درهم بود حور فرس 300 درهم ودن باي تاي لكن فرس كادو أفر بقول واستاهله أفر بقول بوسي فرس كبوكا كعيست بوكا قولوا يجيبوا فرس كفيري قيمي سود وحان إلهي سبحانه كده يقيني عجبكم مونات كل وذات كيف يروحوا فرس كا شن بقول باستاهله شن تبوسي دبوا فيري وكحي وكير أرض وعور كان وحان لح بقول هاي لقى ما سمر كرو لح بق سال بقولوا الدرهم يجارسي إلى مركز ودادك لا أودي دو ما قادم هاي سقال بقول واحد كبران محنا كل ربي صدح بقول الدرهم صدح قرب ولا بن لابي سو كبقية إنه قف كان مسلم كوسن قطع عن نقنين إذا كنا كيدين خلدم على ذهين بهات المزوري وركنوا دكتين دا نبز كده ينده القوانيس سو مر مياد جود كرديسان واحد فيق وما في عنا ورنت هو استمقام هو بدي لي سامب حقا اسكا دورتان يو حرمه يو داعدنمه جوجي جانس قاد وليبا سي قنمه جانس قاديسا قضية هذا لاسكا الالي باب تقليد عقوبة من لا يؤدي الزكاة وحبابي هاي ادكينت لا دوجي لا ادكي عقاب تقف كان زكاة بحنينين وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا الاعمش سليمان عن معرور ابن سويد الأسدي عن أبي ذر الغفار جندب ابن جنادة جندب ابن سكن والله هذا مقعيس قال حول السحابي قاس انتهيت إلى النبي نبي قال سوق جاري نبي قال سوق جاري انقصوا بيقمون أن لكل موي أنا صحيبا أؤمت وهو جالس سوق فردية في ذل الكعبة بيتك بركيسنا هوسكي سفردية فلما رآني مركو النبي أركي رواية أحمد فلما رآني مقبلا مركو النبي أنا سوس عدنا سوكس سعودنا الله فريستان ربو قال النبي وحو يدي هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، كعبة ربي قدام كل أرتيه هم أيقوا الأخسرون كوا خسارها بدن بني آدم خسارة كوا أقو خسارة حن وحوي كوا شيء قدون هم الأخسرون ورب الكعبة وضمير مرجعي سأل لشيء لكن تفسير كسال لشيء قدونه. قال وحيري سحابي أبو ذرأها رواية الترمذي فقلت مالي لعله أنزل في شيء بركات روحك الصوب بحضه نبي مكان سامر وقصور لصه استاجيب النبي حوري هم الأخس ورب الكعبة حو قاطيون أبو ذر أنت لمدأ ويخرج مدين والنبي يقول أو الأصل لقوا حلقة بصني وحارب ورمحاك وقول عيو واسدي نبي يقول محون مركز سألوسه استاجت هذا لك وقول دخرة ما دوك وجهه مقران باكاس وحي فجئت واني مدبور حتى جلست الى ان فريست النبي ان لا فريست فلم اتقار ان قمت فلم اتقار ما نسقنان فدق بان قبن واي ان قمت الى ان استاغ يعني مركان النبي ان فريستي هذا كان النبي هم الاخس ورب الكعبه انت انا ايتاغداي بان اسين واي ما دا لو وجهه ما عد كان لو جيدا فلم اتقارا وتفاعل مركا وحاوي من القرار روايتي احمد بن عديسي هي ترمذي عفوا عبد الرزاق فاخذني غم وجعلت اتنفس وقلت هذا شيء حدث في لفظي احمد حمق النبي يقول هم الأخسرون أن لسوا يستاجوا والنبي يقول هم الأخسرون ورب الكعبة وهو البهاري بروان عاول حماضي وحمد بالله بينا نفتور هاي ونفبر هاي ما كاد نعرض سيحن بدون نفسني أما أد أو أد أحور طوطو داشوك عليه أما عبسطو إسبدل بايماني والنها حقوق رعمة يا أنت تضواطني لحدن كل رب بقول الله بقول كنتم بقرعمة هاي مركز سبحان زينب وكل النبي يقول هذا الكأويري ومركز لسوا يستثقوا وقبها هاول اسبدوا هذا وهو صابسن باجر روايه احمد الكلوحي فما استطعت ان اسكت ماشي فلم اتقار ان قمت وحكون فسر روايه احمد فلم استطع ان اسكت وتغشاني ما شاء الله ولفظك البخاري انت ذنبي انا احمد لفظك في البخاري وان اود وان عام الصبر او حائق بتوحي الهي مكدقين هي باقبته والبهاري يتيرانيا يا قلب حماه فلما تقار ما ننسقناني ما بنسقن بران قمت ان استاغي فقلت يا رسول الله يو فداك ابي وامي اباهي اذا الله كوكو فرتي من هم قليها خساري ايان قدر وكوما قال هم الاكثرون اموالا وتفسيركي ضمير كوري مرجعي سان لا شيغن هم ايغو وحا كو ايغا الاكثرون اموال كو هانتيدا بدن ددك وحا او خساره بدن كو هانتي بدن إلا من قال قف كسميون مويني هكذا وهكذا وهكذا نوحوري قف هنتيدي كبحي سأبحي وحاجة كبح شيء وحاجة كبحي وقذال أبطوري وهري أطوري بمعنى أنت سو قابو كالدوان أنت سو باهيوت أنت سو الباب وخيرني وحكبح شيء مويين وهنتيدو عضون سنين مويين أنت وذكلي وحي هنتيد بدن وخساري من بين يدي حق هرو نبي وقعنته كنت المامي ومن خلفي حق الضنبور نبي قلت المامي وعن يميني مدك بقوت المامي وعن شمالي وقليل بالنبي يقولوا ما هم وهم قليل وهم قليل بأسف ما دون وحلو كردية زائدة للتوكيد والمبالغة وقليل وهم قليل تذكر مالك بدن هانتدي من ايه لغوطة كب حينية بدح يمدك هري قدال ايو كوري هوسبو وديبية اسئلالي وآد بأيريهن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وكلوي وقليل من عبادي الشكور وكلوي آد بي ويرتاو شاس ودف ويا نادر وي إن لهلو نين هانتي بدنو حقي هانتي ذا استاغية أو شيء والمشروع دقية أو صدقة بحنية أو زكاة بحنية وحقوق بدنيدي وواجبات اسكدوها واسكاغاتشنية نبي حر ما من صاحب إبر ننجيل لما تشر ولا بغن لؤلؤ ولا غنم أرل لا يؤدي عن قدن الزكاة الأموال هانتدا الزكاة أم بحينين إلا هدوجره جاءت يوم القيامة حوليبا إيمانية أعظم ما كانت مالكي أبط نيت وأسمنها يعيلون أما يبربوري تنطحوا يدو كهر دينيسا بقرون الجيسية دي كهر دينيسا كرفا وتطاو وحي كلي يستاقي بأضلاف عديها دي بيكون مروجين كلما نفدت مروا البقى دماته أخراها تي أدن بيسي عادت عليه وحكوصه النقن أولاها تي أهريسي حتى يقضى بين الناس إلى ذاتك الله كله حكمه نفدت لما شوي وهذه ذلك الآخر من النفات أيضو ذال معجمنا والآخر نفدت أي فشو جاوزت ومرض ومركا لبضل معنا أبو سقي وحدثنا وحكوا الحديث النوتبي أبو كريم محمد علاء القشيري حدثنا أبو معاوية تضل محمد خازم أبو معاوية مركا وحوم طابعيني وذاتك وكيع هاي طمرتين عن الأعمى سليمان عن المعرور ابن سويد الأسد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي نبي كان سوق قاري وهو كسر دماضي أما أن لصو كلمي وهو جالس أما أن كسر بيقمن كسر دماضي وهو جالس في ظل الكعبة أسقوا فردية كعبة هوس كذا فذكر أبو معاوية وحوشي محمد خازم نحو حديث وكيع حديث وكيع وكلوشي وحكوده عق اللفظ غير سيشاء أنه قال أبو معاوية حجري مركو حديث كتبين يي نبي كتبي إنه صوبانه يري والذي نفسي بيده الله نفتيد وقعنت سيكجرتان كدارتي ما على الأرض دنيا كمان ولا من جوجو رجل يموت أحد دمانية أو فيدعو كتجي إبلا جيل كتجي أو بغرة ملوء كتجي أو غنما أما هنتي كتجي عن أري كتجي عفوا لم يؤدي الزكاة أوسن لابنهم بحينها دوجره أرجيسية جيليسية لو اسمه آخر لقوا عذاب ياو شيء أصيبه لقوا عذاب مالك أبضنا أبربورها أتربضنا أجسوا وينا يلقوا سيديني كذب حكم قرعها يا مركة إما إلى النار وإما إلى الجنة إلهي سبحانه وتعالى النار يوحي لها الماء الله نجبت بادي وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم الجمحي عن محمد بن زياد الجمحي رجمح بأسكر راعمش عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حور ما يسرني سنة النبي اسكي إلى رنجر هنتين لأروريه هي كنز مالا دكتو هي حول حرف فرد النبي اسكي إلى رنجر النبي حور ما يسرني ما فرح جين لي ما تشعلي ما دوني أن أحدا لي بورت أحد إن عنه أن يشو أو إيه هذا ذهبا تمييز ويذهب وينقضه بورت أحد الذهب إن يشو نبي يقول ما تشعلي بوري ما نفرح قليش تأتي علي ليلة ثالثة ويولبا يصوم مرتهبين صدحات والحال عندي منهم من الذهب دينار وهل دينار كيال نوحور بورت أحد إن الذهب ينقطه ويسدح بين إصامرته أسوق هل دينار وكيال ما تعلبه بورت أحد والذهب هذه لا يسيء نبي محلها وانفرقيها هذا كبح لبن مع الموت كبلا صدح مع الموت كبلا إنه أكتيد ياله أسوق حنك هرسني نبي قاعد بيسافر ما نتعلي إلا دينار إنه موين أرصده والله غيرك أرصد كذا يا فيعان أرصده أما أرصده أنو ديار جريي لدين علي دوشة صاري هل دينار أما الشيرين أما وحيرون أقول لك الدين أتكب بعيس أو ننك لها أم مقايا مدين دائن كبا مقان ننك دين تلها دون أم مقايا أو لسوك هاي مويري الشيرين كينا عنك صور ريبو نبقى ماتش على ذنبور أعده بكذا أنت يقال أرسلت الشيء لكذا إذا أعددته له وإرسادا لمن حارب الله ورسوله باكمته ويحوال الديار قريو وحدثنا وحق بعدك النوتبية إذن نمحوك عررية هنتي لك هاي تهدي وناق ليضاي وإمالا دكتاي وناق سنتاي نبي محمد با وناق النوغه الرين لها إن لسكا فقويو لسكا إلاليو يا وناق كتشرة وحدثنا محمد بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد هذا مركة وحاوي وذاتك الربيع يا محمد طابعين يا شعبة عن محمد بن زياد الجمحي قال سمعت أبا هريرة عن النبي بمثله. حديث هذا تصوم برتنا كلو شيء، وحديث الربيع شعبان الشيء وهي مركة كنزي قال لك يثنون في عينين ينك حولي زي كذا كبحوا عذابك لو ديار قري يحديثك الشيء. باب الترغيب في الصدقة وحبابها يبورنت اللي يسكب بوري اللي يسكب عربي إن صدق الله بحيو حول الله ديب والله بحشو. حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة العبسي وابن نمير محمد وأبو كريم محمد علاء كلهم ذا دهاسي أفرتأه. عن أبي معاوية محمد خازم الضرير قال يحيى وحيري يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية أنتو ذكر لنا عن أبي معاوية هذين عن الأعمى سليمان عن زيد بن وهب الجهني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سحابي وحوري كنت وحانا أمشي كيس عذر لغيني مع النبي نبي قال جيران كيس في حرة المدينة مدينة الشيلة هذه حرة وارلوك لقى حمدو لا ليلة هذا عشاء هبيني كنت وحانا أمشي من السعودة مع النبي قال لغيني في حرة المدينة مدينة الشيلة هذه بوره الشيلة هاي بوره لقى حمدو لها شأن قلب نمو أما هبين نمو نسكه وريها بينك وحان لوين أن كؤاد أفغان وكؤاد وجهد النذو ونحن ننظر إلى أحد أحد نمركا أن إيجي نون فيرنين يعني هبين نمو يا هيد قدعكنا مضر رينوي مقدق الزائد ما هينو إيش نضو حي قبنيس بورت أحد بيبقى قبنيس. فقال لي رسول الله رسول الله يقول يا أبا ذر أبا ذرو ويلها الله ونور الله سعوده يا أبا ذر قلت وحاي لبيك يا رسول الله لو كأجبي هي محاد تري قال نبي ما أحب ما جعل هذا النبي محمد هاي أن أحدا ذاك أحد كهذا كيسي إشارة كهيسو عندي ذهب إنه الذهب أكتير يالا نقضه ذهب كاسو أمسى وبريسنا يا أما قال بريسنا يا ثالثة أي ليلة ثالثة صدح مال صدح بين عندي منه دينار هل دينار وأكتير كياله إلا دينارا شيل المويه أرصده أما أرصده أنو ديار قريان أنو كيديي لدين دين اللي يقول هاي والمسلمين تقول إلا أنا أقول إن أن سمي مويه به بالذهب في عباد الله أضمه إلهي كبحنته هكذا سدا أن يلو حثى بين يدي نبي هرتي سعنته بيساس يلو أنصار إراده وهكذا عن يمينه نبي عنته بيي وهكذا عن شمال دنك بدحوا عن توب نبي حط المام يا صدو أبحي لها حاجة كبحي وحاجة كبحي وحاجة أبحي إن أنصاي لمي بورتا أحلى أركيس أنا موقت ذهب إنه لبها بين رنا فنبي متشعل بور شيلنا وكسهاره هل شيلنا أرجع الدين حل جدي أنا لجارين أما نك هذه مقيها إن لسوا يموي. قال حوري بأبو ذر ثم مشينا وحيرباد نسعني فقال صبح يا أبا ذر مر لبعض النبي كسوع أبا ذر قلت لبيك يا رسول قال إن الأكثرين كوها انتظبضا هم الأقلون يوم القيامة وكوى أجر خير آخر إن الأكثرين أموالا في الدنيا كوى مالك بدونك هم الأقلون يوم القيامة أجرا وحسنات وسيدا بدون في صداقة نينك مالك بدون محل دوني ذلك إنه كأجر بتال دوني كوناك سناد إلا نعميك ربي قال يبقى فربضني لكن سيدا بضن واسدا هم الأقلون كوى يروي حق أجرك ثوابك يوم القيامة مالك آخر إلا من قال إلا من فعل قول إطلاق وفعل لو تشدوي ننسى من هكذا وهكذا وهكذا حولي حبا كبحي إن لباتوا لها يوم لقوا عيارة حوليه لقوا فتالة لقمها الله على قاضية إن حوليه لقوا بحي يوم مالها أي مضنايين مساكينتي قرابتي ابن السبيل كدبانيه تتكاس وحلقوا الطرق. صنع النبي وحوس النبي وصحابه كل مثل لما صنع في المرة الأولى سيدي مركو رؤيا لابو النبي يقول حقه روق عنت النبي وعنته بشيء منك بوعنته بيي بدح بوعنته بيي وكسي دايي. فقال حور أبو ذر ثم مشينا هذنا إن بران سعني قال حور يا أبا ذر أبا ذرو هب صومها كما أنت حتى آتيك كما أنت حتى آتيك هل كذا تاجنوا إلى أن كو إمني هل كذا استجنوا إلى أن كو إمني برتاك الرقاق أن قالوا دونا مال بنان أو دقح كوه رأسين يبون نبغي نتودح استاجي يقول هل كذا سيد تاجنوا إلى أن كو صنقني أنا كذا رقاق. قال وحول السحابي فانطلق نبي بعد دقاقي حتى توارى عني إلى وقر صمو يقلب لي. قال وحول السحابي سمعت لغطا هجم بان مقلي لغطكو وهذا الكاسدحق لي إصدافه هي حق النادم فاهمين وحلو قتشيده يلا وحل إذا ذا أما هجم بان مقلي. وسمعت صوتا روق نوام مقلي شنقر مركزا عبصون النبي أما هذه أنت سقول ضحي سلوا قبحي وعلو قبحي إلا سحابي آد بيوقع بسني النبي مركم مدينة جو يهود دقرب بدن باجوكت أو دب بدن. فقلت محايل لعل رسول الله عرضا له حادعك النبي إلهي لوبا بحي أو دبات اللوجيز لعل رسول الله عرضا له أي عرض له عدو على أنه أبا بحي أما واحد دباتية مركز فهممت وحان دوني أنا أتبع النبي أن كتب تكون راعه أن جارم بل أجرمده ونبرمده. قال وحيد ثم ذكرت وحان حصوصتي قوله نبي ودي سمان حصوصتي لا تبرح حتى أتيك حدقاق إلى أن كو إيماني أمر كافوري من نصوي. قال سحابر فانتظرت نبي وأنكر إذا وحاس قبطي مراعاة المعنى أي اتباع الألفاظ شنقد هذا ماشي تمدي هجون عندنا ماشي ونكو أجين نبي وحادعي كرتوب معنو يعقلو كان يعرف هذا ما إن دي بتشري نبي إن لو قد مدايته نسك نبوام حي حدقاق إلى أن هو إما برتاك ما دقاق كرتين مركز تعارض كاس سوي من عند أبي ذر لبضع الريموت بأس قبته وحول مركز دم بحوجي أمر كن مراعاة النص واللفظ اتباع اللفظ معايا لي نبي مروح وسأولها هل كاك دقاق وحوجي هو برتاك دقاق ولي ملب نبي يعي مبر برتا تاجنو إلى أن كوي مني مركز نبي قاعد وحيجا أي واحد من الغيب اللي هو شيء كشريه هول أوجي هاي بالسحاب يقول هاو دقاق مركزات وصون أفهم مركز دمبي. فانتظرت النبي أن سويب كرتي فلما جاء مركو يمد هذه يقول مركا معناها الاعتبارين مثل لفظك على الراعية قاعدة مطردة لقمقات وقرائنتها وحلقو قيمية مرنا معاندة أيال لتحجلية مرنا لفظك على الرعاة بحسب القرائن والدلائل المؤيدة أو المرجحة مرجحة لأحد الطرفين. فلما جاء مركو يمد ذكرت له حانوشة النبي الذي سمعته حان مغلي هجم كي يولي إيه هذا الكأن مغربا النبي وشيء. قال وحوري فقال نبي وحوري ذاك جبريل أتاني طوق آم مقشي الشنقر يتشبق ذات مغليسي جبريل يمد بؤها فقال جبحون يلي من مات من أمتك قفك أنت أمتك كترسا لا يشرك بالله شيئا أصوم إله أشرك يلين وإله غير كي عابد دخل الجنة جنة وقال إياه جنة قدام بين إياه. قلت وحنا بأ الله وإن قال حول أبو ذر عفوا قال نبي حول قلت وحنقول جبريل وإن زنى وإن سرق ما حتى هدو زنيسته بجنة قال إياه أو حاضو حولي بن آدم كحاضو. قال جبريل حول وإن زنى وإن سرق هبا زنيسته وحا حاضو جنة كي قدام بيوي حتى هدي اللي سوء عذابه ودنبي اللي قويه حق ان قالوا التوحيد وياي جنه قدام بينيا. حديث كانوا حتاجريه مذهب اهل السنه والجماعه وجمهور اهل القبله اها اصحاب الكبائر وحي صوم مرامبا وحي قدام بينيا ضدك اهل التوحيد كجنه قدام بيني اي مركز اصحاب الكبائر ومسلمين واهل المعاصي كوا نار كوار مهيان مذهب كي بحوجني. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن عبد العزيز وهو ابن رفيع الاسدي عن زيد بن وهب الجهني مركانك لعبد العزيز ومتابعين يا وذلك ياها اعمش عن زيد بن وهب الجهني هذا ثم رئيسه عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال حر السحابي قاس خرجت ليله من الليالي رن عشاء بين صومر هبينها كمذا ايان كبحي غوري فاذا رسول الله رسولك إلهي بابا يمشي وحده رسولك بابا حان مركو يوري نبي وكريق اللغيني أنا صبحي وأن سعودي مركاس النبي محمد وكريق السعودان كصبحي ليس معه إنسان ويحوجنيسا وحده نبي يحوجنيسا أما فصيريسا نبي محمد وكريق وأنا أحد نوم لا سعونين. قال وحوري فظننت وحان مليئي صوبانه مركا كريق اللغيها بين من أطاي كريق أسعوده يوحان السيري وأن ملي أنه يكره أن يمشي معه أحد وفهند موقته نبي رقم كيسي يقانا كليجي مسعون شير أنت بدن هدو أمنها بالنبي كليجي اللغين أيو دنقونا نبي ونوليه يا بان يان أقاطيو وأنكرهم طيبون ومع ذلك شيطان سانكسوعدا ونبي إنا وارديو ونلب هبين بوسو ملك غسو بدون ما ربا مرجع حور ربا إنه لبادي با سكر. فجعلت وحان قدقلي أمشي في ذل القمر إنا كل غينا يو ضيح هوس كيسة يعني جيدها يجريها نس كل لنا يا بوري هوس كذا حلي مركز ضيح قوي هذا البنان كيس ضيح قوام لقارك لكن ما كان هوس كقدوم توقف كل ليش لو قوائش وقوان ما يشدر بقى. فجعلت وحان قدقلي أمشي إنا كل غينا يو في ذل القمر ضيح هوس كيس يعني جيدها يبحي هوس نس كو آدينية. فالتفت النبي قام من العسدي فرآني واي أركي فقال حلو من هذا وهبني ما هدي قف بين مصعد هذا هوس اسكول لنا اسكو قرني ايش ما قبنيش وكما كان. فقلت ابو ذر وحان وابو ذر عمرك ماشي كجيره قفك انه مركه قاركود كنيديس اسكو شيغي كرا اسغو حدو عان كو يحي عند العرب انت قرمدي سو تلمامي عند العرب قفك اسغو انه ابو فلان اسيده ما يجعله الا يرهدا وناكسن أنكو أنكو دان أبا فلان أي أم فلان أنكو دان لكن أنا أترواكما وأبو فلان عند العرب واعب وكخاتشلان ما تشعلو ما قعد تسكو شيء هبل ولا ما قعد وقي حنبات شيء معايا لأبوه عند العرب تقنيته عند العرب وأمان وتعظيم مركينات أمانته يعني ولا قونا كسنية تذكر هكو شيء هكو حرميين صحوي لكن هل مربى لقيس ما كان عانكو تاي ابو هريري ابو ذر محي عانكو هايين مقعود لما يقنب كون يدي عانكو ياهي مركا مناسبة قونا اني بطيب من اصل وحاول يكلح. فقلت حان ابو ذر والنبي الله جعلني الله فداءك الله يغير الفراشة هذا ماشي يجيبك قال لها انا يقولها بسديه نبي الله ابو ذر. فقال نبي حوري يا ابا ذر تعالى هاو سكت ابو ذر وكالي ما بدر بها كاله اي امو اي كاله. قال حول سحابه فمشيت معه ساعه ان نبر النبي قال سعدي بول ان نبر ايان للوغينيه. فقال وحونا يدي مركدا بان المكثرين الدنيا كوا مال كبدن هم المقلون يوم القيامه وكوا اجر كير اخر اما جنده بكير الا من اعطاه الله خيرا اي مالا الا من اعطاه الله خيرا اي مالا نقول له مال سيين مويه وفنفح بحيي نفحق أسل كيسو ووحي اللقنه أمر الطوره أيا لياده نفحت الدابة برجلها بالورنها بمعنى هذا اللقوة تصرف فيه فنفح فيه ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك سكر ميسان نفحق ضربك رفشة أما الجانيد أما الطوريد أسل كيسل لياده هذا نوام حي وأن مالك أن اسكت شنو سلا أجنب اللوتش ده روح عن مالك اللي حتشعله ما نقوله هين مالك يبغى ترترس ما هذا وانك ساق جناء ساق صيد حوله كل صيد ماله لا بهنا إن لقوا صيده لقوا قبوج فنفع فيه هذا معناه هذا فتصرف فيه كدقة صدف أنت وحوله أم عمله وقول رقمه يمينه مدك تيسية وشماله بديحس حاجة أبحش وحاجة أبحية وبين يديه حاجة وراء الطورة وراءه حاجة ذنب الطورة وعمل سما يفيه في المال خير إطاعة وبرا خيرا تنبئ وطاعية بر خيرا طهرا ومال وإنه لحب الخير لشديد وكلو لبدا سي كلمتك تنبئ وخير سماية بر سماية ومالك وناك سماية إحسان كورنا وهنتو. قال حر سحابك فمشيت معه ساعة إن ورادنا لسعود النبي فقال حر اجلس ها هنا هل كان فريس برتان مارت هل كان فريس. قال سحابي فاجلسني نبي حي فريسيي في قاع ميل بنان حوله هريريس ايهين حجار دغح كواريريسيا ميل بنان او دغح كواريريسيا اي نبي هلكان برتانا كدخ به هلكاسي تاغنو سي فدي. فقال لي وحيوي النبي صلى الله عليه وسلم اجلس ها هنا هلكان فدي حتى ارجع لك الى حتى ارجع اليك الى ان كاغا سو لابتو. فانطلق في الحرة دقح مدوقي يشيله بوريه والنبي قد حق لي حتى لا أرى إلا أنا إشهد قبين وأركينين فلبث عني نبي ويقضى ويقنق هذي فأطال اللبث مغناشيه نقاشيه والنبي قد ديري إن نبرأه والنبي قد مغنى ثم إني سمعته كدب وحان مغي نبيك وهو مقبل أسوقه سوسعد وسوجد وهو يقول أسوقه له وإن سرق وإن زنى نبيك صلى عليه بان مغلبه سوقه سوق الدمي ويقول سوسعده هذا إرجع العلني وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى أيان مغلب قال حول الصحابي أبو ذرها فلما جاء أمرك النبي يمد لم أصبر وأنا أتكيسن ويقول ماشي أنا علمي كهل لو حاجة يقول نبي مال بيقول بابي كما دقاق قرتد بيدي إن نبرة أو سن مقالة جن وام مقرا وام مقرا نبي كدبنا وحصول الله بتأسق ولا وإن سرق وإن زنى فقلت يا نبي الله نبي الله يو جعلني الله فداءك الله يغير فرشد هذه ودب أنا وأنك حكسده من تكلم في جانب الحر يا لها اللي يسي مركض أنك بورها جرتي من تكلم أي من كنت تتكلم معه في جانب الحرة شيلها يبورها أنك وضمك جرتي يا لها اللي يسي ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا بعيد نبي الله أدور هل ليسي روح لها الله إياه بني آدم كورها لأنه ما أركو يا نبي الله هذا الكو هيسي ما سمعت مما قال أحدا آدمي يرجع إليك شيء هذا الكوس عني كو جوابية أظن سيدي روح جواب سقية أما روح قال أود جوابي أدوها ليس قال نبعو ذاك جبريل مثل أن لها الله أما هذا الكائن تشيبني وحوها جبريل عرض لي وأيضا بحوها إيمت في جانب الحرة براها أما الشيء لحد نعوضها يقيمت فقال وحونا يجري جبريل بشر أمتك ومضى بشاري أنه من مات قفك أنت لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قفك دينتاسون على أشرك يلين إنه جنة قلي فقلت وحنقول يا جبريل وإن سرق وإن زنى ما حتى هدوزن يستو أو حظو ما جنة قلي آخر كالذنب قال نعم جبريل سيدا سجيني قال حلو قلت وإن سرق وإن زنى ما حتى هدوزن يستو وحظو وتمنو قال نعم قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر جبريل وحبا يلي اسكدا اسكدا الزنائي حتويه حتى هادو خمر عب هل waxaa ka muuqda khamru inay ka daran tahay labada cudur ee kale markuu nabigu hawsha la yaabay ku cilciliya waxa la yiri ufuqfuq goyn dhageyso maxay tahay hatta hadu khamr cab ahlu tawxiidna yahay kii janna ku dambeeyo kii janna ku dambeeyo hatta wa in shariba wa in shariba al khamr khamrat duna abbi yani taamacdu ma aha in maxaarimta afan muharramaadkii macaasida lagu dhiiradamee waxaa laga hadlayaa tawxiidku qiimuhu leh ilaahay agtiisu ugu weyn yahay iyo shirkigu suu u baahan yahay baa lagu dareensiinaya iyo qofka ahlu tawxiidka wuxuu doonayaa soo maree aakhirka dambe inuu janno ku dambayn doono hadii marka tawxiid uu naar ka difaacayo gelideeda marka loo maada gashay macaasi kuma gashay tawxiid wuxuu ka difaaca khuluudka tawxiid wuxuu ka difaacayaa كوارد النار تكا دفاعي لكن كما دفاعي كرو هي جلست كما دفاعي كرو صادرت توحيدك يا كفرك وحا حق بدن حق باب انت يا دفاع كفرك حق بدن هداد اعماش ادونك ودن لا تيمات خير وحا ادونك يا ودن لا تيمات قال لمن اد كدماتو وليغا جنا ورسن ميس انت جنا لو يرجليو واناقي إحسانك يا ثمين جرتوران لو أبى الجذو نارت لو قدام بيسين معي وركمات فانتين الشرك وكفرك ومصيبه سكيل عليه وهو البو خيرا جميع الطاعات الله تمات إحسان بر الوالدين مساكين وحسي قدس اسبتالو مغالوين خير ورن هذا وحما كتك لكن شركي يا قال لما كل ما تهي طوالي توس waxa lagu xawilaya jahannama lagu xawil janna lagu marin maayo meesha adu ahlu tawxiida oo weliga ilaahay u sheegayeen hadal macaasi kala ku dhacdo ay dhici karto in naar lagu geeyo kadibna aad janna u dambayso qiyaasul aqsu muxuu aha qiyaasul aqsu muxuu aha ruuxi صاحب الطاعات والبر والإحسان حقنا أهل الشرك وأهل الكفر إن كان لقيه كدبنا وكدم بي نار وكدم بي أكل عاقين قف أهل الشرك أما أهل الكفر إنه كان أرصده ممنوع إنه مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. مركا اسك إلالية هوشها فضيسننا بداري سبق بك وقشا. باب في الكنازين للأموال والتغليد عليهم. وإسلي هنا إسرائيل ساسما وحبابي في الكنازين للأموال ذاتك كايدا يستهنتي ذا يمالك يو التغليد عليهم الوقت كي عقوبة ذا مركي حولي كبا خيلي حق إلهنا كسب بحواية. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن الجريري واسمه سعيد بن إياس أنا بالعلاء يزيد بن عبد الله بن شخير والقرن إيسان عن الأحنف بن قيس التميمي أدرك النبي ولم يسلم هذا بو إسلامي لكن النبي سوق قاري إن هذا حكيم أو طلقات بدن أو من فضلاء العرب ونؤيوها حلم إلهي سيئ قصص بوليه مناقب أن لكوبي كريم بوليه. قال وحور إنك أحنف بن قيس قدمت المدينة مدينة صقر إمت مدينة صوغالي رواية أحمد بعديسيو وأنا أريد العطاء من عثمان بن عفان بور مدينة إمد أنا دوني عثمان أن كقات مشاركي اللي حلقي سيدنا أبو بكر بن بلابطي إلى دود إسلام هو جري ذاك مسلمين تا نول با أما غني هالنقضو أما فقير هالنقضو وحلوقون ديو مشارع يبلو البقادنشري أما السند كقادنشري عطاء بقى العرنشري سيوكل باهي بدنيين بقى لو قيمينيه واحتر اوليهم بسيدنا عمر سوكو قيمينيه ابو بكر قاب كلو كفيرين جري علي حليقيسي طريقه ابو بكر بو كلابتي عثمان طريقه عمر بو راعي. المهم حور المدينه امد انو دونيا ان عثمان كقاطو عطاهيغي بيت مالك ان كلها مشاركي. فبين حلي أنا في حلقة فيها ملأ من قريش حلي أنا نحفر يبرو في حلقة جرانجر يفردي فيها أوفرديو ملأ من قريش أشراف قريش من أخيار قريشات حلقة يفرديان أي أن نحفرديو إذ جاء رجل نبا مرسول صوب حي أخشن ثياب درق اللفسن درهم وعليه أسمال رواية درهن أقبة در ماضي وبالي أقبة أخشن الجسد جلكيسو ككنيا هاي بمعنى أن صبق يسليد لهين أو متقشف زاهدة كركيس أدمود ما سلولي شلفت قطع الله. أخشن الوجه وجه يسون الصلاة عليك موقته رواية البخاري وحي أهيد. فجاء رجل نمبا يبد خشن الشعر والثياب والهيئة وحي منن تميس قلفسيه بمعنى سريد شنلية فراش منا كم مقنن دركيسو هون يهي ضدوبان يهي موقالك يلبس كيسونا او يهي ننباهي يدب كم موقضو وهذا البخاري كنا في البخاري تطبق كفيري. فقام عليهم حلقة بسود الاستاغي فردق انما كقريشات اخيارتها فرديا بسود الشوكسدي فقال وحوري بشر الكنازين كانزين عفوا بشر الكانزين وتهكم وي بشار ماشي ما طالب بلايا طالب بشر الكانزين او بشر كوا كيد صدا مالكي كيديا ان حقي كبحنين ان ماشي لو طلق الان كدي بين وحد لو بشاريسا برضف دحيك الكلول برضف دمبل ناريدو يحمى عليه اي يقد عليه لو كليو لو شيداي في نار جهنم نار جهنم دمبلو يا دحيك الكلول او لو سو كليي نارت جهنم أو بشاره ما هذا حال نارت على قصمي هي دمشق نارت فيوضع وحاد دمشق لصارية على حلمة ثدي أحدهم متكوت لبس الناس ابتدى لصارية لبضى الناس ابتدى لقاعد التشينية لقاسة دقيح نارتها أما دمشق نارت لقاسة بحشيبة لبضى لقاعد التشينية عياذا بالله حتى يخرج دقيح نارت إلى وكبد وكبحه من نقد كتفيه لبدا قرب في قوله لبدا قرب في نقده قرب كان يا قرب كان ماشي قدام بيده عشوده اي دقاقده الكا دمبي قرب كسلكيسه قرب كفيقيسه ما دهدا ماشي دمبي اي جلعسن برتاسو كسب الا ماشي كو اد الناس ابتيسه ما كدو كا غلو سي توس وخوغا بخايا فيق دمبي قرب كبوديا سابليدي اي سنببكي وخدن بو سي دحمرايا دمبل ناريت أوديدا فيرو دم بيرقيسة، شكو دم بكدوسيسة. عياذا بالله. من نقض كتفيه، نقض اصل كيس هو فرع الوجه ده، سمي ناقضا لتحركه، واصل النقض التحرك، التحرك انغاض هو تحريك. قران اصل كمثال لفظ فسينغضون اليك رؤوسهم عيط. نقض اصل كيس واحد دقاقه وقرب كنا ماشى وماشى ودرقاق بدن. كانت دقاقيسه وي دقاقيسه هذا وي كعيسه ويسقليسه وماشى ورقتي قربكم روحوا قالوا كقالوا يتقانا. هلكاسي كسو بوديسه. ويوضع وحاء لصاريا دمبشي نار تاي انا نقضي كتفيه لبيس قرب سلكه في قضاء لصاري حتى يخرج الى دمشو يكبو دم دوحو كبوده من حلمه ثدييه لبدا الناس في ابتدوا كسو بحايا يتزلزل ويتحرك سو دقدقاقه وسيدي ليبك بو سودا سو سودا سا وبوداي سو بوداي ما دغخ ترتيب سكونهايو سو سو سودا ميش اسك دولاشداي اسو قلقلهايا سيدي مارتي هي رصاصته او كلو كسو بوداي هلكا يتزلزل ويتحرك اي الطريق. قال وحيدي حمد قيس فوضع القوم قومك وحي للاديه رؤوسهم مدحودي بدقلك للاديه ابو ذر بالد التاغن حديثك بو كسي داي وكد الاخري بشر الكان يزيد برضف يحمى عليه في نار جهنم حديثك بو دمي ويفور رسل قليه قريشه دقيدها ما شفديي لما هل ذكرات عور غيث احمد قيس فما رايتم ما ارى احدا منهم من ملأ قريش احد قريش كمده رجع اليه ابو ذر كسو عليه شيء جواب كسو عليه ورنتا ايو ما ايو واسدا منا والله فرصدي. قال فادبر واسم جرى ابو ذر واتبعت ورع وكذب التقي حتى جلس الى فريستي الى ساريه تير مسات كمده ايو فريستي روايه مرك احمد فصلى خلفها ركعتين، فصلى خلفها ركعتين تير بو يمد تيرك قداش ركعتين كنت كذي مركاس وتير صدي وكنت تيرك. فقلت وحاني لي هذا نحن فاهم مرك وحان إلي فرأيت ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم وحان قاردونا رواية كلو أرندونا أحمد قيس وحان كيمت شامي هالكاسان كيمت مركاسا مدينة إيمت مدينة إيمت بوري أنا الدونية إن المشاركة أن كلها الدولة كقات حلق مسالك مركان صوق علي نين با سعود بو كلبه ميل لا فديو oo lagu shiraayo oo niman ku tashanaya ama ciib lagu midul istaagi markuu dul istaago waa la kala carrifish hal ruux uu istaago waa la kala carraaya soo soo socday xalqaan waan fadhiyo quraashna ay fadhiday iyo soo dul istaagay markaas la kala fafarra alqawm wa thabattu ana waa la kala carray kaligii baa fadhiyo ku soo haray meesh markaas xadiidka dhameeyay uu dhaqaaqay تير هالكاس وكله كنت ركعتين وسكس كفرس مثلا كذبت محاج جرول مركز صوقش لوكا عرايا كلا صور بما هي احنا مقيس ابو ذر يرهم دينا واكلا بحين يا مالي واكلا بحين ما رايت ما ارك بر هؤلاء يقوليها كلا عراي الا كرهوا ان يكودون امويين ما قلت لهم وحد قلت لي كودين حديث كاس شيغتب اي دبسدين جوابنا وعلين وايين اما هذا الكادي يا فهم كادي قاب قد وركتب يديدين. قال وحور إن هؤلاء لا يعقلون شيئا وليها كالعري بوري يا حديث كان أشياء كعرها لا يعقلون من أمر دينهم شيئا دينك وضحبك قرن ما هي الدنيا إن دمرتي وقلبك وضحي لي إن حديثك وعيدك أي دويستان بحميل أي محاجرة إن خليلي أبا القاسم أنا وذايقك أبا القاسم أها دعاني مال بؤيه فاجبت مركاسان الحديث قصه دران سومرين عاوه ويا اصل كذا فقال النبي وحول ما كان اجيبي اترى احدا ابو ذر احد موجود دقوق بورت احد ما اركته فنظرت وان في ريب ما علي من الشمس فنظرت ما علي من الشمس مركو النبي يقول بورت احد ما اركته يسحب وحو قاتي انه النبي مال ادري دونه markaasaan fiiri buuri qorraxda inta ka dhiman dhicideeda si bal nabigu markuu meesha ii diro aan durbo uga soo noqdoon jamaacada uga soo gaaro fa nadartu waxaan eegay ma calayya waxa ii dhiman min ash-shams min ghurub ash-shams qorraxda dhicideeda waxa iga dhiman man eegay buuri inta nabigu aanu jawaabin وأنا أظن أنه ملينية أنه يبعثني في حاجة له نبغ إنه يدري دون دن أولياء نبغ نحضر نقولها رجوا وين علماء أم عقاشة إن در جرت كأيضناها علوس أدري شري أبو ذر عمر أبو بكر رجلا متكا وحير إسكفونا رجع يركو در تنجر فقلت وحنا نبع الله أراه أحد وأركاه بورت أحد وأركاه فقال نبي حيولي ما يسرني ما فرح قالنا أن لي مثله أن مثله لي إنه هذا أنا جا أسوقك له ذهبا وذهبا أنفقه كله لما أنت أنفقه بحينها يوم إلا 3 دنانير 7 دينار صدح دينار إن 7 دينار ونبي قدنا وطلع أي طايع معين أو نحديدك شيئين إيه إن لو جد دينار كي دين لو طلع عليه إيه دينار في سبيل القر لو حريه إيه دينار كي بيلك 7 دينار وياهد روح مسلم قال دينار ودين تسكا بحشو يا إنه قوتليون كيسا يا دينار لبحيوي حلال قاب كاس لو قاسمه وحي ربي ربك سيه قوت ضروري قام ميل لغا دغا يا بيلكا جوجتدا يا ميل لغا سميه دينتنا ولا اسكا بحشا وخي سو هرينا هي والله صدقيستا اسكا بود باشو ما اغاسني تدبير بانتا نبي محمد باسدها يقول ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير ثم هؤلاء يكون ما أرى كتابه كعرى حديث كلياعة يا سيدي قال شمبرا قال فشت أورانيا يجمعون الدنيا يورونها يا بول لا يعقلون شيئا من أمر دينهم دين تضحك قرن ما هي الدنيا أورورين الدنيا قلبي وذكويناتي الدنيا كسد علي سي صادرتين وهذا الدينات بعد بيسوري ونقدي شخصي أو سيدة يا أبو ذر أسأل كل حالات قيمة قال قلت محارم ما لك ولإخوانك من قريش أنت وين فهمي أدي وراها قريش محايدين دحية حجة كل ماها أصحاب الكنز ما هو حكى الله وأن منك قريشية الدولة دحية إلا سوى خلافة سيدنا عثمان طب يا قد أنت وقرنيس صدني الله بدي صدني صدح ملاس وقريود أبو ذر مركا أبو بكر بو صوم مري ودنن قريش عمر بو أنت الله صنع ونن قريش عثمان بو أنت بدنا لنا ولا ونن قريش يا أمرود ودي ولاد ودي ماشوا تقبل دولة باك شوك تصومها ولا أئمة من قريش قريش تو كان الله يمرك واسي تالس كيس حكامته وي قليه حولي داها مثال في قصة كلام بحال مرك وحي وحاري ما لك maxaa ku ahaaday adiga wali ikhwaanka min qur'adi waaha quraashida dawladda ee maamulka taliska maxaa idin dhaxeeya oo la taatarim aan ugu tagaynin ara yitara asalkeedu ataahu wa qasadahu ma laka la taatarihim maxaan ugu tagayn u booqanaynin wa tusiibu min xunad uga qadaynin baadhibuur abu dhar ma qaan jira ataha iyo mushaarka ma qaan jira abu bakr buu ka diiday umar buu ka diiday uthman buu ka diiday ma ogolay حور محاد دولة دتك وطيانو نور المشاركة سوكا قاطع أذوقه محان منك قراشتك وقد رايود الباب كذا استاجي وحوكا قاضني قال حلا وربك ما كقاضن ما ينتج ما ربك أبان كل أرتيه لا أسألهم عن دنيا وفي رواية البخاري لا أسألهم دنيا وهو الأجود سنو الشري عن تين لقويا أجوده لا أسألهم الدنيا ويدسن ما يقول ولا أستفتيهم عن دين مسألة دين ويدنا وكا قرون حتى ألحق بالله ورسوله مال أبو ذر وش ورمي يقول يا صمام طلسك الدولة الدنيا ورسن ما هي ديننا حكوي دين ما هي معاجر هذا الدين قرن هيا ها حوالي سنكتين بوله من الدنيا يكوينات وقلبي سكوه انتهي وسيدي النبي محمد اسكدوا واي دين تلوي دين محاي تايبو تاغي يا ابو ذر هذا دين قرن هيان سو النبي اسكدوا واي اسكا قاس بس كدوا الهاي ابو ذر مذهب كيسو مذهب قولي واشيك دونا ان شاء الله هذا لكن انا فهمتها وحي وشيدو مربا قسم ما انا كنت غرسنا يا اركتيدا ابو ذر لا اسالهم الدنيا ويدين مايو ومشارئي عطوه تجي مايو ولا استفتيهم عبدين يفتون ويديسن ما عندنا أرن دينات حتى ألحق إلى أن هللو بالله ألا وين وأن حجابته إيه ورسولي رسول كلا أن هللو إلى حلق وحصعك بالله إلى هبينك بقى يسكو قبانية وكاقرح سيد عيسي إنها وش أهيد بو هذا الروايات دم بأي تلمانت إن الله بكلا قسيهين وأسوق الجمعيين ويدعي كرته وحدثنا شيء من فروخ الحبطي حدث أبو الأشهب جعفر بن حيان بالي مقعيسة جعفر بن حيان حدثنا خليد ابن عبد الله العصري عصر كوا تشيلي بكتر سنريب بن عبد القيس عن الأحنف بن قيس التميمي قال وحور وذات كاس كنت في نفر من قريش حلق الأحفر يهرام بن صومري رواية أحمد عبد الرزاق قدمت المدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه مدينة إميد مرقاسا أركب منين مركو كصبحو ضدكو أي كالعرة هي لك الشاحين مذهب كيس أذك بل حمي ويوالك العرة قبل اللي حنت إذا مدة جيستين وقت واحد وقت فرحة كل جرت ما تهدي لقاها والعرر صادرت خوارجته وما عاد كيسك إن لقاها لقول شغل ملاي فديان أحاديثك الشكاين إيسا ديك مسلم كان ليسك إلى اليوم قف مسلم وسنار كوارين إلهي أهل توحيدك ونحريسان أيوه أحاديث النوع عاصة خوارج محمل كرا قوليها برلمانيين تي الطواغيت دا عربيد أما عجم أما سياسة كأفيسين ما حمل كران آيات الحكم والتحكيم إن هذا أخرجه ونحكم بينهم بما أنزل الله وكيف يحكمونك إيه ألم تر يزعمون إيوه إياه إنا أنزلنا إليك الكتاب اللي تحكم إيوه ما حمل كران وما اقتربت فيه من شيء فحكمه الى الله فان تناعضتم في شيء ما حمل كران. ايغا ان ايغا لو جدي امنيا. قوليها الربا كافيسين احاديث الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ما حمل كران. نو والب عذركو قبو نسكا كهلاهي وما دول قادن كرو. هلوغ يهوي iska ilaali hadii diinta rabbiga ay qayb kamida ay ku dhibayso ahlul bid'a baa tahay ogow diinta rabbiga ay qayb kamida sheegideeda ku cilcilinteeda ku khudbaynteeda wadaad inuu ku dinaahiyo hadaad dhibsato fa'lam anna fi iimanika ala aqall tad'fan fi shay mubtad'i baa tahay ama zindiq baa tahay هذا وحي يا دينتا يا سنة يا أيها قرآنك وح كمذا عاد بسطك وعلعلين تذا أنا الليلة اللي وقرآن محكي لا ذو بدك محاكاة ذو هدي الولد اللي أمضى ما كسب بيرت هوشة إسكائل عليا أهل السنة محلوية قالنا أنهم لا يتحرجون من ذكر النصوص من الآيات والسنن مرد في صدا معايا كل ويئان من سيد كل وي كل كل وي قاطع آيات هذه قوية كو طابت أما حديث قوية كو طابت أهل فسق وبدعة أو شرك باطل إسئلالي إسداوي عافيمات إلى قرآن كل جيب يكون نغضو نور يبركو أحاديث كل وذا يكون نغضو نور يبركو إيمان كو كرديان أتكو فرحضو استبشار أطميس قال قوية قالنا هوشا إسكيلالية طيب أو شاهدينك إسكائلالية اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون إسكائلالية أو شاس قل يا مركوها معي قل يا ما دام الدنيا وراها كل جاء يا كنز أبو درنا هو شاء وكم من مية هيك هذا الكذا ويدب صنية ويكلا عرية وحجري كنت حانا في نفر من قريش فمر أبو ذر باصومري وهو يقول أسوق لبشر الكانزين كوا كيس أقول بشاري بكي جبتان يهلا المعلها المعي في ظهورهم ربك اللي جبه يخرج كصباح يا من جنوب دين عوضة ربك أنت اللي جلي فرح كبوذها يا ضبكو وبكي عذاب يا نار جبتان أقول بشاري من قبل أقفائهم قذات كذا هل كان أنت اللي جسوا جليو وجهك سو وجهك اللي جلنا قذكو كبوذيا أقفائهم يخرج كصباح من جباههم وجهك كسبودي هل كاسر لقاسوك مدان الضبع ما دقح ضبع النار وجهك كسبودي عياذا بالله قال وحول ثم تنحى وعد راضي وسكيف وقليك العراء يفريضودي فقعد دوا فريستو تيركي وقر دوا فريستو كنت كذي قال وحول قلت عاد من هذا؟ ها نكلك العراء وعيدك لتاغا وكما قالوا هذا أبو ذر جندب الغفاري قال فقمت إليه وهو يستاغ فقلت حارم ما شيء سمعتك تقول قبيل وحارم محوها وحي مردويت أن كان مغليات شيقيس ما شيء شيء محوياي سمعتك أنكم مغليات تقول هذول قبيل وتصير قبل مبني على الضم قبيل مردويت وحير كوروي قال وحارم ما قلت ما أرنين تذكرنا أمي شيقين إلا شيء قد سمعته من نبي نبي أن كان مغليون أي قرنين في رواية وحوري وحان نبي كم مغلي أيون يؤجيهين أمبان شيغي ما يوقع الراية هذين يسعودوا يسكوا يوقي قال وحوري قلت حالي ما تقول فذا العطاء أنت وان قرتيه مشاركا عن صوت دونت إن عثمان صوت دونتين ما أنت هو يمد هذا كورن عمر عن كقا ذنشري بل كورها بيعرف أنا عم نقيس نال عقلي بضنبوها طيب أنا أحلمي بضن ما تقول فذا العطاء قال وحوله خذه قاضو حكمة كجرت أبو ذر وكان من حكماء الأمة خذه قاضو المشاركة دولتك قاضية كالمدى فإن فيه اليوم معونة فإن فيه اليوم معونة ما أنت وحوله حكجرة كالماء يقعن قبس وكجرة وتاكله وتبينه حوائج تضاك قبسا فإن فيه وحكجرة اليوم ما أنت أتجوكتم معونة إعانة أي مساعدة waxa maanta lagu siinayo xaqaad leedahay baa loo arkaa danaadaad ku qabsani aba lagu sheegan maayo ninna kugu dulaysan maayo diintaada lagu duri maayo qaadab maanta waa i'aana ala dunya wa diin fa idha kana thamanan musharikun maalinkun nuqda lacag u nuqdo li diinika diintaada lagu iibsanayo fad'u ka taqbul maalinka in noqoto nin walba inuu waxsiin ninka asagu u naamleeya ninka kana u gaajo u dilahayo دينتها يبسن بورس قط هذا صومها وحقادنا يا فاسق وحقادنا عالم وحقادنا أهل خير وحوا حق أي مسلمين تلين بالله أركا نن أبا الله قوم هاي جزية شكر منا بقى حقوق الناس وي دودنا بحس واجب وي مركز كقاضي وكالم تبينوي وتاكله مالك نقد اللالوش دينتها اللي يقول لالوش وادون كمان توحي كتشريه يمكن مالك قال كوسي وحدونا يا مالك وحدونا كحشوط ما نقش لا يساكو يلا وطا إله الله يساك واسد وداده إلا أبا الله وطا وشاء ما عاد وشو بيسنان حقك وشي فإذا كان ثمنا لدينك ثمنا لدينك دين تضاد العقل نقول دين تلاقى قدنية واشتروا بآيات الله ثمنا قيلوا سبدلوا فدعوا كالتكبر رواية معايد يا أحمد يا عبد الرزاق يا عدي محاكو لقاك عريا ما يريبوري ويدوكاك عريا وحول أنهاهم عن الكنوز الذي كان ينهاهم عن رسول الله أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عن رسول الله حولها إلا كيثدو أولا بكارتو أولا بركضو يعني كالريبيا وحانا كالريبيا وحو نبيو كالريبيا جرو نهيئة يوعيدكو نبيو الشيخي وحكا لما الصمين روايك الوحي فقلت يرحمك الله إني كنت آخذ العطاء من عمر فما ترى اليوم ما يدور مشارك عمر بن كقانج عمر نوح خليفة الراشد أبو ذر كما هل كرتي وسقنا هي مشارك عمر يسينجري ما أنت محل وركته مركز يقول خذه فإن فيه اليوم معونة فإذا ويوشك أن يكون دينا فإذا كان دينا فارفضه دين إنه نقل جيبه مشارك الدين نقد قول لي هذا كان اسكو أور مني حوالي الله سين كانوا نما تاجرسنا على وجهه كانوا نتاجرسنا الله سين شريك حلو صعدا تاجر هذا يوحي اسكو عرقتياه وحدون كتروي مركوسان نقده دين كذا لقو قدنا ياي ولا لوشي وكيت كدوي اسكو عرب ولا كو أفوي ولا لوش سيدنا أبو ذر الغفاري رأي أبو قبي صحابة دورنا كنت عايرسن واجي دمر سيدنا عمر با أصول لا بتسير للشيء رأي سوء حوق قبي كان فهم الدين تا ظاهر الكتاب نقوط المام والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله مفهوم برك الكنز با سوء حققبا كنز وحوي هنتذا بدن هنتكستا وكبدا باهذا وكنز أبو قبي هانتي كاستا لو هنغوت جيل هنغوت اري هنغوت هنغوت الذهب يفضو هانتو مربى وحي باهي هذا كبدا وحاو واجمع بحسو امسنا wixii baahida ka badan biilkada baahida alaabta akoonada la dhiganayo ama guriyaha lagu xabaalanayo ee adiga biilkada ka badan waa la isku calaabi aaminsan hadaan lagu bixinin wadooyinka khayrka saas oo aaminsana walladina yaknizuna dhahaba ya hadithada marayseen ya hadith hore oo dhan buu daleeshan jiray waa lagu la dooday waa laga niqaashay عمر بيسفانسين واين عثمان بيسكون رفادين ريب بن أمية سوقات بيسكون رفادين ماذا كان سوق قبونا كل انتي جمهور الصحابة وحيق بين جمهور الصحابة وحيق بين هدان ديب سوق كورينو باهي كود أيسن إيمان سيدي عام الرماد وكالي أصل وحاوي هتدو انتي دون بهلا كاتي ضد سي حلالة كهش وجه حلالة كوش قيست زكاة أتكبي حسو كنز لقوع على يا ماء بايض هبطو ملايين هجادو بلايين هتقطو هذا وضحها على كوشا قيست وحي أتكبح سنة ميل في عن كب حينيس وحي زكيك هو واجبتنا أديبيسو كنزي اللي جوع عذابي يكيد معه وكنزي اللي سكوع عذابه وحيقة بين جمهور الصحابة والذي لا يؤدى زكاته يحقي سواجبك كان لبحنو وحي لقبحيه كنزي بمعه ساس الله بدنا أسوي محمد من سنة أبو ذر ظاهر الكتاب نووي أحاديث بان التاغيريسة وحي من سنة هنتظم وحي كبطه باهدا قوت الضروري مرشد هذا المصروف كذا هو وحي كبطه وكنزي هدان لبحينين كنزي أنا والسكو عذابي هل كاسو تاينا رأي قاسا مركا لو كان عرها هي ولا لها وروعيد كانوا سنكدها لين وإذا لدب التاغي هاي وحي شيء بهوا إيه الله كلا عرب وأقدم وكيم معاوية كدعوذي سيدنا عثمان أويري مدينة وعبار شوي مدينة مكة اللي هو فردي حكم سيدنا عثمان ملك بدل لي هذا إنه الطوق مقال الله صار عاصمته هل كانوا الصور دافن هل كان سواء قدم بقول أنتوا الله حبل واد قرنيس أبو ذر من سداس حكيم هذا الأمة درسون أنت سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أعلم. مع هذا الرجال كنزي بان جو هذا في عربيات بعد كان تميه كفري وي او شوا كفري شهادي رحمه الله تعالى عليه سيدك سيكس كاسو فرديو محاضره جيدني يا سؤال لو ويديي waxaa arday ba halkaas oo kale istaagay waan fadhiyay maalinkaas halkaas oo kale istaagay markaas oo rag badan oo fadhiyeen waa joogan arday wuxuu ri sheekh amin habeenimo maqrib ay ahayd baan u malaynay markaas wuxuu ri arday ba sheekh af Soomaaliga ma lagu khudbayn karaa af Soomaaliga markuu yiri intuusan gaarin ma lagu khudbayn karaa sheekh wuxuu ri kufr waa gaalnimo waxaad sheegtay diinka looga baxaaya waxaana sheekh ma sugtid wuxuu soo wadaan arkaagu af Soomaaliga lagu khudbeeyo inay gaalnimo tahay oo qabay shahaadada رحمه الله تعالى عليه وانا عالم من علماء الصومال رجع aqoonta leh ee mutamakirinta dhan walba ka dhisan buu ah anaguna markaan yiri waa bidco waa laga fiican yahay yaad ila dagaalanteen shahaadada muxuu taagna waa gaalnimo taagna maqaatiyaal beelada sigisku ka yiri isagoo fadhiya wax ka hadlana waa la waayay وقال وضع دوبنا واقاس وضع هذا نحن علينا حلوها اللي واي محو جيدا شيخ وحو جيدا واقد دمبو حيكينيسا لغة عربية اللي قفق هذا اللي بهدله قرآن كان لا فهم وايو أعاجم للنقضه لغة اللي قشينصده لغة العرب ولغة الوحي زندقي كينيسا كفر مآلي كينيسا وحي ريترك يقول عيوي أرضي هذا وحي ويدي يقولوا حاجة هذه براها بلوشدة أما واتساب جروب إيو فيسبوك أتوقع تقف عربي كل هذا قال ما يقشين سنة كفر وركم حد قليلي ورك الشمحاد وكيدي بان كاليا هاي والله سبحانه وتعالى أعلم.